الدوري شو حلوة. برافو برافو. لا ولح بهالكاس يا بدورة، لا ولح يا بدورة. هيك شغلة هيك حلوة حبيت هيك شوي نفاجئك فيها. بنشوف المدرب غسان سركيس شو قال عن بدر مكي. أول شيء بدي أقول له ما يمد إيده على جيبك، أنا بدي أقول لك انتبه على جيبك بس يظهر، لأنه بدر حرامي. فبدر من عظام الرقبة، بدر من اللاعبين الأساسيين، كان بإنجازات الحكمة عمل دور كتير كبير معنا. بعدني كتير على تواصل من اللاعبين يلي كتير على تواصل أنا وياه. من فترة إجا من الصين كان عم يبعث لي مسجز من هونيك، وبعده عم يتابع الليك بشكل كتير كبير. ما في شك، ما بيحط نظريات وبيعطينا نصايح. فبتمنى له التوفيق اللي بدر بحياته مع البيبي ومرته. ولا صار بدر عنده عائلة، فبكرة بنحضره وبنبسط فيه.